والعالم السياسي هذه الأيام فورا يترجم نفسه إلى ماذا؟ إلى قرارات اقتصادية. يعني بالأول كان تنتج عن هذه الأمور حركات سياسية، يعني تأثيرات اقتصادية، عوامل اقتصادية مؤثرة، لكن اليوم لا، تؤخذ قرارات اقتصادية عمدا، مثل المقاطعات اللي أصبحت موضة الآن بشكل كبير جدا. المقاطعة الاقتصادية كانت محصورة باستمرار أيام الحروب، يعني واضح أنه جزء من الحروب المعلنة أو الحروب الشاملة بين دولتين ضد بعضهما البعض، لابد وأن تنتقل من ميدان إلى الاقتصاد، إلى الإعلام، إلى الثقافة، إلى كل مجالات الحياة. لكننا نحن في الأردن بدأنا نتلمس، مثلا لما قررت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة مملكة البحرين وكذلك جمهورية مصر العربية أن تأخذ قرارا بمقاطعة قطر، وهو قرار في رأيي غير حصيف ولا مدروس، يعني أقولها بصراحة. والسبب لأن هذا القرار كان ينسى أبسط الحقائق عن دولة قطر، ما هو؟ أن دولة قطر يأتيها سنويا دخل لا يقل عن 160 إلى 170 مليار دولار، تنفق منها 80 مليار ويبقى عندها فائض 80 مليار. فإذا وضعت عليها حصارا سيأتي أولا دول كثيرة مستعدة تبيحها بسبب أنها جاهزة تدفع كاش، فلذلك تركيا، الأردن، أي دولة رأت في ذلك فرصة لها استثمرتها. لكنها وضعتنا نحن في الأردن أمام خيارات صعبة.